هذه الكلمة أو هو في الواقع بحث، يعني عادة لا أكتب كلمات قصار، أكتب بحث، لكن لم أستطع استكماله للظرف اللي صار، إنما على الأقل قدرت أفهم فكرة عامة وبعض تفاصيلها وبعض أيضا فروعها الفرعية. ستدور هذه الكلمة إن شاء الله، وهي من فكر الإمام الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه، حول عنوان سبق لي أن أشرت إليه من قبل، وفي نفس الوقت هذا حملني على أن أتطرق إلى موضوع دخل في أو كان واضح وبارز في أحاديث عليه السلام. هذه الورقة تدور حول العلاقات التي بين الإنسان وبين أطراف ثلاثة على الأقل، بين الإنسان المكلف بالعبادة الذي أناط الله به وظيفة العبادة، وبين ربه عز وجل، وبين الإنسان وبين أخيه الإنسان، سواء في شكل أفراد شكل جماعات لا يهم. وبعدين وظيفة الإنسان أو علاقته هو مع نفسه في الحلال والحرام في كل أشكال السلوك اللي تخليه ساعات يدش في خانة الذنوب، وأحيانا يدش في خانة التصرفات والمواقف الصحيحة. هذا هو المجمل يعني اللي سبق لي أن تكلمت عن موضوع العلاقات في دعاء عرفة، إذا كان بعضكم تذكر في مأتم آل زيد قبل تقريبا سنة ونصف، وتكلمنا فيه أن العلاقات الكبرى التي يعيشها الإنسان تكون هكذا: علاقة الإنسان مع ربه، أو علاقة الإنسان مع نفسه، أو علاقة الإنسان مع الإنسان الآخر، أو علاقة الإنسان مع عالم الأشياء الكون. طيب، هذا الكلام اللي بنقوله احنا كله أخذناه من مصدر واحد فقط، ما كان في فرصة أن نبحث مني ونطرق عدد من المصادر. في كتاب اسمه تحف العقول، المثقفون يعلمون بهذا الكتاب وقيمته الفكرية والتربوية، فهو كتاب يتعقب آراء المعصومين عليهم السلام من أيام النبي صلى الله عليه وآله حتى الإمام العسكري، وبعد ذلك آراء سيدنا موسى أو سيدنا عيسى على ما أتذكر في الأخير. أنا طبعا لن أتكلم في العلاقات لأنها واضحة ولا نريد أن نعيد، وخاصة أن وقت الاحتفال شوية ضيق، إنما نقول يعني أن احنا استفدنا من حوالي تقريبا 34 الى 35 نص من اقوال الامام الحسن العسكري، نقلها ابن شعبة الحراني صاحب هذا الكتاب. ثلاث من هذه النصوص او هذه الاحاديث جت في شكل رسائل، كانت مراسلات ما بين الامام الحسن وبين بعض المقربين إليه مثل إسحاق ابن إسماعيل النيسابوري ومحمد بن موسى النيسابوري. المصدر الآخر اللي هي من أحاديث الإمام عبارة عن جمل اللي نسميها إحنا الحكم القصار، يعني جمل صغيرة أحاديث صغيرة، مثل قوله إن الغضب مفتاح كل شر، هذه جملة صغيرة بس فيها
مفتاح علم هذه للمتأمل الذي يبحث في هذا الكلام ممكن يفصل. في النصوص هذه الاثنين اللي 36 أو 35 بهالحدود وصلنا إلى يعني أو تأملي أنا الخاص، الله أعلم نجحت في ذلك أو لم أنجح، بالغت أو لم أبالغ، هاي متروكة لكم. الإمام الحسن ابن علي العسكري سلام الله عليه ذكر نصوص تحدد علاقات المؤمنين مع الله، كقوله أوصيكم بتقوى الله مثلا، نص مطول شوية، أو إرشادات إلى المؤمنين إلى المجتمع الذي حوله خاصة المقربين اللي كانوا ينقلون أقواله، أو كلام موجه إلى الإنسان عشان هو يفهم هذا الكلام مع نفسه. يعني مثلا التواضع، هي صحيح هي علاقة مع الناس لكن هي في الأساس إرشاد نفسي إليك أنت، أنت في المقام الأول لا ترفع خشمك على الناس، تواضع للناس، اخفض جناح الذل للناس. في كلام الإمام الآن بهذا اللي بنركز عليه نسبيا وعلى شكل مجمل أيضا، ذكر الإمام باجتهادي أنا، استنباطي أنا، قراءتي أنا للنصوص، حطيت عناوين وأشرت إليها بشكل سريع تحتها بعض النصوص اللي أو بعض الأحاديث اللي قالها الإمام. الإمام اتكلم عن عدد من المشكلات اللي تواجه الإنسان. اللي مهتمين بدراسات علم النفس يسمونها مشكلات السلوك الإنساني، ويضيفون عليها غير التوافقي أو الشاذ أو السيء اللي احنا نسميها يعني تقريبا الأفعال السيئة أو بعضها المحرمات. يعني هاي المشكلات مقسمة أو قسمتها أنا إلى مشكلات عقائدية ومشكلات دينية وبعضها مشكلات نفسية واجتماعية، رتبتها بالطريقة اللي واعتمادا على النصوص اللي أو على مقاطع أو جمل من أقوال الإمام. مشكلات عقائدية مثلا مشكلة الكفر بالله، مشكلة عقائدية طبعا لن ندخل في التفاصيل لأن هذه أعتقد واضحة وإلى المتخصصين يدخلون فيها علم يسمونه علم العقائد أو علم الإلهيات. يعني كان الإمام يقول وبنعمة الله تكفرون، كان في رسالته إلى إسحاق بن إسماعيل النيسابوري، أو تكونون ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. مشكلة ثانية مشكلة الحيرة العقائدية، في ناس يواجهون هذا الظرف، روح مني لو بروح مني، والإمام يصف حيرتهم بحيرة البهائم، لكنكم حيارى كالبهائم لا تعرفون فرضا من الفرائض. كان الإمام يتكلم عن دور النبي والسنة النبوية وأهل والمعصومين وآبائه، وقال هذه حالكم إذا الأمور وصلت إلى أن الإنسان ما يعرف مسار طريقه يقع في هذه الحيرة العقائدية. مشكلة أخرى مشكلة الغفلة عن الله، وذكرها في أكثر من نص، نذكر واحد أو اثنين. قوله في إحدى رسائله وأنتم في غفلة مما إليه معادكم، نهاياتكم ما بعد هذه الدنيا الآخرة المعاد أنتم غافلين عنها، وهذا واضح الخطباء حكوا فيه واجد والكتاب والمثقفين المتدينين حكوا في هذه المسألة واجد، خاصة علماء الأخلاق
قال كذلك وإياكم أن تفرطوا في جنب الله فتكونوا من الخاسرين، فبعدا وسحقا لمن رغب عن طاعة الله. وهذه أيضا واضحة إليكم أيضا، مشكلة التفريط في جنب الله تقريبا متصلة بالقضية أو المشكلة السابقة. مشكلة عدم أداء الفرائض هم أيضا جزء من المشكلات العبادية، يعني رجال يصلي لكنه ما يصوم، أو يصلي يوم ويوم، أو يصلي بالراحة اللي ترتاح لها، أو مثل أحوالنا يعني ساعات نصلي متأخر عن الصلاة إيش كثر لين نضيع وقت الفريضة هكذا. مشكلة الذنوب هذه واسعة تمتد خيوطها إلى الحياة كلها، في ذنوب خاصة بينك وبين الناس، بينك وبين نفسك، بينك وبين أهلك، وبينك وبين أرباب العمل اللي تشتغل إياهم، بينك وبين القانون أو الناس اللي في الشارع. في نوع آخر من المشكلات، أنا أكتفي بهذا حتى نتيح فرصة للبرنامج أيضا أن يمشي. في أحاديث الإمام سلام الله عليه أيضا إشارات واضحة صريحة إلى عدد من المشكلات، سميتها أنا مشكلات نفسية وبعضها مشكلات اجتماعية. المشكلات النفسية يعني هي خاصة بسلوك الشخص نفسه، والمشكلات الاجتماعية اللي هي علاقتك أنت أيها الإنسان أو هذا الشخص مع الآخرين، مثل مشكلة النفاق. وهي بعد ما يحتاج الشخص منكم يعرف ما هو النفاق، لكن في الحديث في كلام الإمام الحسن العسكري كلام جميل واضح، لغته واضحة، دلالته واضحة. بئس العبد، عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهدا، إذا هو وياه يحكي وياه كلام حلو، تجري وانت تجري وكذا، يبتسم كلام، يمشي عنه ويأكله غائبا. وهي مشكلة اجتماعية بعد أيضا صايرة للأسف، يعني طبعا يعني يصعب يقول واحد أو قل يندر أن الناس ما مروا بهي المصيبة. يعني يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا، إن أعطي هذا الشخص الآخر إن أعطي حسده المنافق، قال هذا يستاهل هذا بالله عليك، يعني مجرد أن الله أعطاه شيئا ما من نعمه سبحانه، وإن ابتلاه خانه. يعني إذا يقع في مشكلة هذا الإنسان، هذا المنافق يتمرد عليه، يقول لي يستاهله، وإيش لي يحشر نفسه في هالموضوع، إذا ما يقدر على هالشغلة ليش يروح، وهكذا. مشكلة ثانية أشار إلى أحد النصوص، مشكلة الغضب، لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام الغضب مفتاح كل شر. والغضب انفعال، وهو من الانفعالات مو الجامدة، في انفعالات نشطة، هذا من الغضب. إذا الإنسان غضب يشيل الدنيا، وحتى يرتكب، لذلك هو يرتكب حتى جرائم أو مشكلات يعني خطيرة. يعني لذلك الغضب هو مفتاح كل شر، يعني إذا ما يضبط نفسه مشكلة، يعني حتى مع نفسه ساعات. وفي انفعالات فاترة مثل الخوف، ينكمش، يخاف ينكمش، ولا يقدر حتى يدفع الشيء عن نفسه. يعني مشكلة الحقد، والحقد كما ذكره الإمام أقل الناس راحة الحقود، هذا الحقود ما يرتاح لأنه مجرد أن يفرغ اللي في قلبه، يعني يريد يبحث لي عن
يعني مفتاح آخر أو قضية ما ثانية علشان يقول، علشان يهاجم، علشان يحكي، علشان يحش في الناس هكذا. مشكلة الحماقة، أحماقها لها علاقة بطريقة التفكير. يعني جاء في قول الإمام: قلب الأحمق في فمه. هذا اللسان مفتوح، هذا أحمق، ما يعرض الكلمات على فكره ولا على قلبه، ويقول هذا يستاهل، هذا يستحق، هذا الوضع الآن يناسب أو ما يناسب، هذا يخصني أو ما يخصني أبدا. هو رايح ويقول أي كلام بلا مسؤولية. ولكن يقابل هذا فم الحكيم، فم الحكيم في قلبه، أي شيء هذا لسانه يمر أول شيء على فلتر، يعني هو القلب ينظفه، ينطلق من الصفاء داخل القلب أيضا، من الحكمة اللي يملكها الإنسان. أحيانا القلب لا يعني هاي المضخة اللي تضخ الدم، وإنما أحيانا تعني عواطفنا الحلوة الجميلة الحنية أيضا، أو التفكير الإنساني أحيانا الصفاء. مشكلة المراء والمزاح، هذا احنا واقعين فيها يعني، وإن شاء الله يعني نستفيد من كلام الإمام. الإمام يقول أول شيء المراء ماذا يعني؟ المراء الجدل، جدل الزايد اللي احنا نسميه في حياتنا أو في مفردات حياتنا بالعي، فلان معاي، شخص معاي، يعني ما يناقش بحثا عن حقيقة، ولا مؤسس يأسس كلامه على علم، ولا هم يحزنوا، إنما في النهاية هو فتح بوزة عشان يتكلم، عشان يقول ويقول ويقول ويقول، لكن في النهاية ما يوصل لشيء، وفي نفس الوقت يدوش راسك ولا تنتهي إلى معرفة جديدة. الإمام يقول لا تماري، لا تجادل زيادة، حكي فاضي تركه فيذهب بهاؤك، خلاص توصف أنت أن أنت كذا، مرة مرتين ثلاث، في النهاية تعرف بأنك شخص أو طاحت هيبتك شوية. ولا تمازح فيشترع عليك. وطبعا مو الدعابة، إنما المزح اللي نشوفه ساعات ما بيننا يعني في الشارع في المجالس كذا، وكل واحد يقول له ثاني كلام وانتم تعرفون. مشكلة إطفاء السلوك الحسن وإظهار السلوك الشين السيء في ناس هالشكل، عندهم أصدقاء، عندهم جيران مثلا، لكن إذا شاف منه سلوك حسن، حسنة، فعل حسن طيب، يغمته، ينهيه، يمنعه من التعبير عنه، يعني ما ينشر حسنات الآخرين، لكن علوه يشوف منه سلوك مو زين، يذيعه وينشره ويشهر به إلى آخره. قال الإمام الحسن بن علي العسكري: من الفواقر، فواقر يعني الأمور أو الدواهي، الأمور الكبيرة، الدواهي اللي تقسم الظهر، من الفواقر التي تقسم الظهر: جار إن رأى حسنة أطفأها، أخمدها، غطى عليها، وإن رأى سيئة أفشاها. مشكلة الجهل، هي كلها أنا اللي أقوله كلها في نصوص وأحاديث الإمام الحسن العسكري. لذلك أنا غرضي لما أقول هذا الكلام أبغي واحد من الشباب يقعد له كم من يوم كم أسبوع علشان يكتب هالشغلات هذه وينظمها، خاصة أنتم تعطون الأيام بعضكم اللي يدرسون في الجامعات يعطون منهج حديث، منهج فيه ثقافة معاصرة، في ثقافة إنسانية جيدة، أهل البيت أولى، اتعب نفسك وياهم وقدم أفكار، قدم دراسات منظمة حلوة بفكر هو من أهل البيت وفكر
جديد يعني. مشكلة الجهل، وخاصة مع إذا كان الجاهل هذا صديقك، هذا الجاهل دائما إذا حتى صديقك أو غير صديقك، الجاهل دائما يغرقك في مشاكل. الإمام يقول صديق الجاهل تعبون ولا يرتاح، لأن دائما يخلي في مواقف، أنا ما بقول غباء، لكن في مواقف لا تخلو من أذى ومتاعب. يقول الله وش لك بهالسوالف، يروح يحل المشكلة يوقع في مشكلة ثانية. ومن الجهل الضحك من غير عجب، تلاحظون هاي ساعات، هاي تشوفون هاي الحالات، هذه وش فيه ده، حتى يتجرع عليه بعض الناس يقول هذا وش فيه، خبل ما يدري كذي كذا. مشكلة ترويض الجاهل وصعوبته، الإمام أشار إليها. هاي كلها نصوص بعضها قصيرة لكن تحتاج إلى تحليل، ما يكفي هذا الكلام المجمل، بس على الأقل يعني توصل لديكم فكرة. يقول الإمام رياضة الجاهل ورد المعتاد عن عادته كالمجهل كالمعجز. هذا الشخص اللي اعتاد على سلوك، حتى لو سلوك مشين ويدري انه مشين ما يقدر، يقدر بسهولة. يبقى واحد صاحب إرادة يملك وعي، عنده قابلية إحياء، عنده قدرة على التغيير، عنده قراءات، عنده منهج، عنده برنامج، عنده أهداف محددة يوصل إليها، إذا حاول يوصل، أو على الأقل يقطع المسافة في حياته الخاصة، والباقي أجرها عند الله، الله لن يضيع أجر من عمل صالحا. أي مشكلة بعد أخرى الإمام قالها، صغتها أنا بعبارتي والله أعلم، مشكلة تسلط الرغبات الشهوية أو الشهوات المحرمة على الإنسان، وتنتهي إلى أن الإنسان هذا يذل نفسه إذلال، يذل نفسه بسبب هالرغبة هذه. أنت خطبت بنت الناس بس تتركها، قالت لك لا بس تتركها خلاص، لا وراها يأذيها، تصل يحكي يلوش، حتى يسمعونه الناس كلام يذل نفسه. أنا أتذكر في القاهرة في إحدى الليالي نزلت من العمارة فوق، ومريت على واحد من الأخوة المصريين من الشباب يعني حدود 30 سنة، قاعد يقلب في القمامة، يقلب القمامة فوق تحت، وايش فيك يا باشا؟ قال انا عاوز راسي يعورني، عاوز سيجاره. اقول له السيجاره مو هني، السيجاره في البرادات. قال لا ما عنديش فلوس. انتبهوا وش النهايه وش؟ قام يعفس يعفس ما ترى، قال راسي يعورني عاوز حتى لو هذه، شوف اللي يسمونها العصص، قال اريد هذه. خلاص الجيجاره استعبدته، ما يقدر يتنازل عنها. مشكلة الوعظ السيء، أو كما وصفه الإمام الوعظ المشين. الإمام قدم مقابلة ما بين سلوك سيء وسلوك حسن، بين وعظ حسن محترم فيه تقدير للناس وفيه وزن إلى كرامتهم، وفي وعظ آخر يؤدي إلى نتائج سيئة، إلى إيذاء هذا الشخص اللي أنت جاي تنصحه تأذيه، تفشله قدام الناس مثلا، وأنت بغنى عن هالسلوك. قال الإمام من وعظ أخاه سرا فقد زانه، زانه قدره يعني احترمه يعني،
قال له هذا رجال طيب كذا ولد أوادم كذا، ينقال له كلام بيني وبينه. وفي ناس لا ما يشتبعون كذي، من وعظ أخاه طبعا أيضا علانية فقد شانه. وهذا هو اللي احنا نقوله قلب الأحمق في فمه. مشكلة أخرى، مشكلة هي اجتماعية، هي عائلية، هي إنسانية، للأسف قاعدة تتنامى. يعني الحمد لله أن احنا ما نشوف في مجتمعنا بنويدات، على الأقل للظاهر ما هي موجودة بشكل، يمكن موجود وإحنا ما ندري، الله يستر عليهم. مشكلة حقوق الوالدة. الإمام يحذر أو الآباء والمربين، ويحذرنا احنا أيضا، ويحذر الشباب: جرأة الولد على والده في صغره، وهو صغير يتعلم عادة إلى سن أبوه، كان مو صعبة على أي واحد منا أنه يسمع حتى لو كلام صعب من أبوه، ليكون بعد أيضا كلام جارح. أصبر تحترمه، يكون أيضا أنت تكف نفسك عن تكوين عادة سيئة، تمهيدا إلى أن تكون في يدك لما أنت تكبر. وهو يعجز مسكين يكبر، لما الإنسان لما يكبر في واحد يكبر علشان يقوى، وفي واحد يكبر علشان يضعف. وش يسوي هاي الجرأة؟ تدعو إلى العقوق في كبره. وشو كنتم تقرؤون قصص ان فلان، انا حضرت حادثه كذي في مستشفى السالمانيه كذي من زمان، يعني نسال عن اولاده يقول ما يجوني، وفي ناس زوجته تقول له كلمتين كذي يوديهم وين، دوخنا ابوك هذا وشوف لي حل يودي. صلى الله لكم ان شاء الله الصلاح والتوفيق. مشكلة التدين الزائد عن حده، وأنا هذا فهمي أنا، يمكن بعض الأخوان يكون لهم رأي ثاني نستفيد منه بعدين. إن في ناس تدين مالهم يحولونه إلى نوع من الوسواس، أن الإسلام طبيعي جدا، يعني سهيت عيد لك أحكام شرعية، من تعدى في طهوره كان كناقضه، لا أنا ما سويت هذه أعيد كذا جدي إلى متى. هذا يصير في الصلاة، يصير في الغسل، يصير في نظافة الجسم. أنا اغتسلت اليوم من الجنابة، لا ما اغتسلت، يرد يغتسل، يرد يعول، لا أنا اغتسلت، لا ما اغتسلت، وهي السالفة جدي. هذا فهمي أنا، يمكن أنا غلطان. مشكلة هاي لا حد يفهمها فهم يعني سلبي. العبادة تكون عبادة الله بأشكال كثيرة مفتوحة إليك، لكن في ناس فاهمين العبادة يصلي ويصوم، يصلي ويصوم، يصلي ويصوم. هذا الحديث اللي بقوله أنا، النبي قاله، الإمام علي قاله، الإمام الحسن قاله، أهل البيت موجود، هذا في تراث أهل البيت. الإمام سلام الله عليه يقول: ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة. طبعا هو ما ينفي هنا أن هذه الصلاة والصيام من مظاهر العبادة، أو هي أنماط سلوكية للعبادة، أعمال أفعال تكليفية أنت مأمور بها، وإنما يدعوك إلى التفكر. ولذلك يقول: وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. حتى هي الصلاة والصيام هي من أمر الله، أما أمر الله فهو مفتوح على أمرين كبار. أولا أن أنت تنفتح في التأمل على نفسك، تأمل في داخلك، إمكانياتك، قدراتك، عالمك الخاص أنت، الأنفس،
أو في الآفاق اللي هو في الكون، غير نتقدموا بالنظر في التأمل في الطبيعة وخلق الله سبحانه وتعالى، وإحنا باقيين مكاننا لأن أهملنا هاي مسألة التفكر. أوكي لو وقتي خلاص الحين خلاص أو ما خلاص خلاص على هواكم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على محمد. الإمام أيضا في رسالته الأولى إلى إسحاق ابن إسماعيل النيسابوري كتب إلى أحد المؤمنين حول اختلاف الشيعة أو المقربين آنذاك، رد عليهم الإمام قال: الناس في، يعني في هو اللي هو كان يمثل القيادة آنذاك الإمامة، قال الإمام أن الناس مختلفين فيه، هذا تشخيص للواقع اللي عاشه الإمام، قال مختلفين فيه في ثلاث طبقات. الطبقة الأولى مستبصر على سبيل نجاة، متمسك بالحق، واضحين معترفين بإمامة الإمام، غير شاك ولا مرتاب، لا يجد عني ملجأ. أعتقد أنا طيحت النقطة. طبقة أخرى لم تأخذ الحق من أهله، فهم كراكب البحر، يدش البحر في لانج توديه وتجيبه، توديه وتجيبه، مو عارف وين ينتهي وهو في خطر. وطبقة استحوذ عليهم الشيطان، وهذه مفهومة يعني. أخذ مشكلة هي من المشكلات اللي أنا سميتها المشكلات المعيشية، ما حصلت إلا واحدة، يمكن لو راجعت مصادر ثانية أحصل على مشكلات أخرى. الإمام سلام الله عليه يقول في توجيه لنا ونختم: لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض. وهذا تفهموه أنتم، يعني ساعات مثلا الواحد يقول لا 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 أنا بروح للعمل، قال كذا، جهز روحك للعمل عشان لا تصير في إشكالية مع صلاتك أو مع أداء عبادي آخر. يقول أنا بالحق أوقع وكذا وتالي أروح أصلي مثلا. هذا الإمام سلام الله عليه يقول: لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.